الرئيس السيسي منتدى شباب العالم حدث مهم جدا 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 من 4 ل 10 نوفمبر ان شاء الله في مدينه شرم الشيخ منتدى شباب العالم الحقيقه احنا بنتكلم على المؤتمر السادس ست مؤتمرات اتعملوا كل مؤتمر اتبنى على مؤتمر وهنبين ده في الفتره اللي جايه بس حقيقه الامر البعض اللي يعني اللي ما حدش واخد باله المؤتمر اللي جاي ده مهم جدا احنا بنتكلم على 3000 واحد مختلف انحاء العالم جايين في مصر هنا مع الشباب المصري اللي موجود احنا بنتكلم على ان النهارده فكره ان الشباب النهارده يشوف يعاصر ويشوف ايه مشاكل الدنيا فيها ايه هو واقف منها فين هنا وبره مهم جدا ان يكون هناك تواصل ما بين الشباب الشعار بتاع المؤتمر اللي هو فكره المثلث ويرمز الاهرامات المربع ده يعتبر خريطه العالم الدائره ترمز لشباب العالم وكونهم القلب النابض للعالم في 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 المستقبل بتاعه أه 3000 مدعو من فئات مختلفه من مشاركين في رؤساء وامراء ودول وشخصيات قياديه شبابيه دوليه ونماذج شبابيه مؤثره جاية مجموعات شبابيه تم اختيارها بعنايه أه معمول في في المنتدى ده حاجات احنا هنشرحها بتفصيل في اليومين اللي جايين انما بس انا عايز اتكلم على 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 جلسات المؤتمر 45 جلسه وورشه عمل موزعه على مجموعه متنوعه من المحاور لتناقش قضايا وموضوعات عالميه تهم مختلف الفئات الشبابيه. المنتدى شباب العالم اللي جاي ده دا خطوه بينقلنا لخطوات كتيره قدام. دايما ما حدش خد باله من حاجات كتيره بتتعمل او بافكار بتتعمل ما بياخدش بالها الا بعدها بسنه مثلا ناخد بالنا انما اللي انا عايز اقول دي حاجه مهمه جدا بتنقلنا من حاجه لحاجه مصر النهارده عالميا رغم كل الضغوط اللي بتتعمل ورغم ان نيويورك تايمز ورغم انه سي ان ورغم ان معظم إن وكالات الانباء العالميه والجاردن وكل دول شغالين ضدنا على طول الخط على طول الخط ومع ذلك احنا بناخد مساحات كبيره جدا وثقه كبيره جدا وحاجات مهمه جدا والمنتدى اللي معمول ده ده حاجه على مستوى العالم، العالم كله هيبص لها لأن أنا, أنا شايف أنه مهم جدا أن يكون هناك حوار للشباب ونسمع للشباب ونشوف ايه الشباب هيقول ايه